اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. أمطار غزيرة على منى يوم الأحد الخامس من شهر ذي الحجة عام 1441. أمطار غزيرة ولله الحمد والمنه. أسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يعيد الحجاج إلى هذه البقاع. أسأل الله أن يعيد الحجاج عاجلا غير آجل، سالمين غانمين يا رب العالمين، وأن يرفع عنا الوباء. الله يرفع عنا الوباء يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله، أمطار غزيرة الحمد لله.
إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تسمع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، ويمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة.